واش قلت لي الاسم تاعك؟ بشير الدراوية. ايه. منين انت؟ من صدرحاله؟ من لوكسير. من لوكسير. ايه. وكي صب اليوم المطر؟ الحمد لله صب اليوم المطر. وسمعت قالوا شي، واش قال لكم الشيخ؟ قلت لك باين واحد الشيخ، قلت له انا يد الحمراء زين ولا ما فيها لا فائده لا والو. هاي قال لي هذا الحمل هذا درك راه فيه فائده بصح الشعير راه يجي عاد من نوع التجاره. معناها رايح على الارض تنبت العشب. خلاص بالعافيه قال خلاص. بعدك شويه بعدك شويه الحاج بشير. عادي يا سيدي الشاب. عادي. حويجه؟ حويجه 10 15. الله يبارك ما شاء الله. وراك تسكن في الوكسايرة؟ اي. وانت منا اصلك منا انت؟ من الوكسايرة اي اصلي منا. اي. وتركب الخيل ولا والو؟ والو. لا خيل لا والو. خاطيها انا كروسه انا ما كانش كروسه ما كانش. بيجو يا خويا. اي البيجو. هات سنة هات سنة اقعد. اقعد. وشنو هي اللي تشتيها انت بشير وشنو؟ الحوايج اللي تشتيها وشنو؟ شفت الدراهم تاع الدراهم. يا دراهم. زيد. زيد ها يا البشير احكي معايا. الشعير اش الدراهم؟ زيد زيد الدراهم الدراهم اي زيد شنو؟ والنعجه والنعجه خلاص هذا بو الحديد من فوق ثلاثة الحديد اي صح كان مسوق خلاص. وراك تمشي تحوس منا ومنا والو ما نروحش ماكش قاعد تخرج اش تخرج والو وتحضر لي الاسماء من الزرده تحضرهم ولا والو؟ مرات يا انا لقاني بالتليفون لقاني ما نروحش ما تروحش ما تحكي كاع كنت عين 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 عقب عليها ما ندهمياش ما ندهمياش بقى عرضوك ما كانش لقاني. والفولوسيه تشتيها؟ شنو؟ فولوسيه انت تاع العواد ذاك الخيل والو والو ها واش تشتي؟ ما تشتيش كاع الفيش هذاك اللي قلت عندها وجيت انا صح روح. والماكله المفضله نتاعك شنو الماكله اللي تشتيها انت وشنو؟ ما كانش ماشي كاع الماكلة شنو الماكلة؟ الماكلة اللي تشتيها انت وشني؟ اللي ما بانتش اللي ما بانتش تاكل كلش كاع ما عام تقول لي ما ناكل ولا وراك يجوك الضياف ولا ما يجوكش؟ والو ما كانش ما يجوكش كاع والله تقول لي تقول راني ساكن ما ساكن نقول ساكن البر يا تقول راك ساكن ببر بعيدة وقال لي البر خير انا ديك اللي رحت للمولابات ديك اللي نعاودو ديالها انا ساكن في وسط البلاد هكا ساكن انا في وسطها ذاك راه هو ذاك راه ماهوش كريم راك انت ماهوش كريم الباشا مانيش نعرف الغش علاه ما تعرف وعلاه كون جينا عبدت قلت لهم نقول لنا بعد النص ديالك ولا ما تفرق فيه ما يفرقش فيه وشنو يفرق فيه طيب له والله ما يفرق فيه عاد شنو يفرق فيه لا لا يفرق فيه هذا ضيف ضيف رب سبحانه وتعالى توالم كون جينا ثلاثه توالم يجي معاه برزقه روحوا معاه قروب يا يا مرحبا وسهلا يا وتشتي تحوس ولا ما تشتيش تحوس؟ تحوس اه ما شتي عاد تشكرنيش يعني ما تشتيش والله ما 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 شتيش انا كنت ناس ترى عار على وقت ولا نكسر يشتي هو راك عارف انا شتي التحواس اللي فيه الصوار فيه اه صح لازم فيه تيكي لازم التيكي يا دراهم وشيني 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 علاش تشتي دراهم وشيني شنو الفائده تاع دراهم وشيني الفائده؟ وشيني تزيد القلم ولا تشتي دراهم لا عجبتك انت الاسعار رخيصه طا ماكش تحوس اللي قالت دور على دارك ماكش تحوس ماكش تحوس دابا دارك تما علاه راه ما تحوسش علاه دور تحوس راك وين غادي تراه انت راه تبون مش حوس ها قعد ها قعد راك ضايع ريح ريح شويه عاود لنا عاود لنا الحكايه انت قال والو انا درك نعاود اسمعني اسمعني الخربان يا معاوده القربالة صح ما تعاودش ما تعاودش ما تعاودش هيا قدام ها اخزر يا الحاج بشير كنت كنت بالك مكة تروحها مكة تروحها كنت بالي عادي درها نروح عمرك كانت تعدي بها الروح قطعت ما عادكش بها تروحها عادك شيء والو عادي بها الروح ساعه ما نروح علاش علاه نروح ليها نروح ليها نقضي لي عادية ونجي السلام عليكم شنو شنو راك تروح لبيت ربي شنو تروح لبيت ربي كنت تدعي ربي سبحانه وتعالى ثم قالت الحاجة ند حرام سكوها بيت ربي لا لا كي تفتح كي تفتح ما عقل ما يلون قولوا ان شاء الله ان شاء الله تبتع ان شاء الله نروحوا كاع ان شاء الله اي وش ان شاء الله لا يحرم منها ان شاء الله اي اي ولا وش ان شاء الله تفضل الصوار ويروحوا اي كيفاش الواحد انا شاتي ندير الدراهم كيفاه نديرها كيفاش انت ما عرفتش ندير خلاص ها شربت يا ما خلاص لا شفت انا اللي اسمع قال لك اللي فات ولا البكري ها روح لك اللي فات البكري يروح يكري خلاص ساعه ولا راه فات لك ال وذا اش ترى بيعطي لك راك لا لا ولا لا 60 عام واش بقى لك ما شفتك كيف عرفت انا راني بحثي ما نلعبوش خلاص صح انا عرفته ما عرفته عاد هاي ما عرفت عاد 60 عام 60 65 عندك
انا قد شتني فايته صح اي كيف عرفتها كذا وانا ما فايته هاتنا ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله الله يعطيك ما تتمنى وربي يكثر لك القلم ان شاء الله هاي وربي يعطيك سره تاع دره اي ان شاء الله ان شاء الله تلقى تعود تمشي تلقى سره مليانه دره خلاص كي تلقى واش تخدم لك شنو كي تلقى هاك لقيت سره مليانه خلاص ندس تعطيني شنو هاد السبركه ادس واش عمل تعطي من الحاج الحاج مصطفى تعطي له اه نعطي يخدم لي مش نعطي له نعطي ياكل ها نعطي يخدم مش نعطي له عيالي كيفاه يخدم وشو كيفاه تخدم يخدم بها دير له القلم دير له القلم يا صراحه اي وكان كان نجيك انا ديرني نصر نصر عندك ما انا حتى واحد لا ما تديرش نجي نصر عندك وانا ما نصرحكش علاه وانا كي لقيت الصورة تاع الجمال عليا ناكل القلم ناكلها مالها تعطيني الصورة تاع الجمال عليا